مثلا ام الدرش اتعصبت منه في حاجه ولا كده، فتيجي تدعي عليه فتقول له خد يلا جداء الميه. يعني ايه ده الميه؟ هي ده الميه يعني معناها مش كويس. ما تقول معناها مش كويس بلاش. بص للكاميرا. ايه اغرب كلمه عندك؟ اغرب كلمه برضو انا مش عارف يا ابني. ما هو بقول لك كلامكم كله غريب. اغرب كلمه والله ما عارف. كلمه غريبه باللهجه الفلاحه. يعني مثلا خلينا بقى ايه نستعيد الذكريات كده. ماشي. عندنا الله الوكيل دي اللي احنا مشهورين بيها. رقم مش الاوراق. وعندنا اللهم صل على النبي. انت فين انا جاي لك اهوت. دي برضه كلمه احنا مشهورين بيها. و بيجمع والله. هو كده بيجمع. انت عايزه كام كلمه يعني عشان قول لي نفسك. برضه بدل كام بنقول قام. دي بقام دي يا ريس كده يعني. لا قام دي بتاعت الصعيد. لا وبرضه عندنا في الفجر. وانت كمان؟ ها؟ تقول قام؟ في الفجر. انت مش قادر تقول ولا كلمه. بقول قام مش بقول كام. هو بقول قام مش بقول كام. انا دخلت على محل ولا حاجه اقول له بقام الترطايه دي والنبي يا ريس. هتريق عليك. ايوه هتريق بس انا شايف ان هي عاديه يعني كل واحد ليه لهجته. فعلا عاديه. عاديه خالص يعني. اهم حاجه الواحد يكون محترم ويكون ابن ناس وعنده اصل. حابين تقولوا حاجه لاي حد؟ انا حابب اقول للدرش. درش عيد ميلاده ان شاء الله امتى يا درش؟ بعد 10 ايام. بعد 10 ايام. فعايز اقول للدرش كل سنه وانت طيب يا ابو الدروش. انا طيب زي ما انا. وان شاء الله انا هجيب لك يعني حاجه حلوه كده في عيد الميلاد. وعايز اقول له ايه؟ نشيد الوطني وداني وداني وداني. كان عمر على اصوله. لا لا والدرش ده اخويا وحبيبي ده. والله اجدع شخصيه ده. وعايز يعني امسي على شباب الفدادنا واقول لهم اعلى مسا على رجاله الفدادنا وبمسي على الشيخ امين والكابتن احمد ابو سعد الشيخ محمود صلاح بدران والشيخ محمود صلاح ابو بدران والجد عبوس والحاج دعبوس هو مسافر حاليا في دول الخليج. يا باشا ابعت له سلام. سلام يعني. ماشي الف شكر. هتجيب لصاحبك هديه ايه بقى؟ هجيب له ايه؟ هجيب لك عروسه. لا 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 مش 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 من جنة الدرش. هيخطف لك. هيخطف لك. هجيب له هجيب له هديه حلو. ايه؟ بما ان هو يعني ايه في شبه كده من حيوان لطيف يعني اللي هو حيوان بتر الخواطر. خلاص الدرش يد الدنيا وانا هجيب له هديه قيمه. انت عايز يا درش؟ درش زعل. لا لا انا عايز سعادتك والله. لا انت عايز يقول احنا قدام الكاميرا ولا هتقوله قدام الكاميرا هتقول. لا لا ما عايز حاجه. على فكره الدرش اتاثر والله العظيم دمع. والله العظيم دمع. والله لا دمع. انت كده بقى هتعملي ما بيننا مشاكل. لا 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 اتاثر بكلامك. انا بقول لك انا مش عايز منك حاجه. انا عايزك في الدنيا معايا. اللي هو يعني محبه يعني. احضر الدرش واتكل على الله. قصدك لا استني بقى ما اقول للدرش هجيب لك ايه. هتعوز يا درش يجيبه لك. مش عايز حاجه. انا عايز بقول لك عايز سعادتك يا عم. بص للكاميرا يا درش. مش عايز حاجه والله. الكاميرا هي درش. هي الكاميرا. قول يا عم. بس انت عايز اقول لك والله وملتزم قدام الكاميرا. والله ما عايز حاجه.